السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حال الشباب؟ طيبين؟ طبعا الحمد لله رب العالمين. وصلنا جيزان ونحن الآن في الميناء. طبعا وصلنا تقريبا الساعة 5:45 للميناء، وخلصنا تفتيش وكل شيء. كنا ننتظر العبارة توصل إن شاء الله بإذن الله شويات ونطلع العبارة. طبعا أنا بطلع العبارة أبغى أنام نوما عميقا إلين نوصل، يعني تقريبا الرحلة ساعة، بنام إلين نوصل عشان في أكتيفيتي، حيكون في فطور. طبعا فطور اليومي في فرسان سمك وخمير ومرسى، هذا فطور، والغدا زيه والعشاء زيه، وإلين ربك يفرجها يمين بالله ولا تطفش صلاة على النبي. ان شاء الله باذن الله حيكون في تغطيه حلوه ان شاء الله باذن الله لكل ان شاء الله باذن الله حيكون في تغطيه لكل الاكتيفيتي اللي حتكون موجوده هناك، للصيد والطبخ والمناظر في الجزيره. تكون مقاطعنا ان شاء الله باذن الله خفيفه ولطيفه عليكم. طبعا الواحد بس الان يبغى يوصل، يبغى ينام، لانه احنا حركنا من جده البارح الساعة 9 تقريبا أو 8، وما وقفنا ولا ريحنا علشان نوصل على الوقت، وقت العبارة. وبس إن شاء الله بإذن الله بس الواحد كذا صح نصور لكم كل شيء. طيب بالنسبة للعبارة الموضوع مرة سهل، تحجز عن طريق وزارة النقل، تخش على موقع الكتروني وتحجز العبارة من جيزان لفرسان. اهم شيء تأكد، طبعا انت الحجز حيكون لك وللسيارة، تحجز لسيارتك. شوفوا فرسان اتوقع انه الان في مكتب ايجار، بس ما اتوقع انه في كمية السيارات الكافية لكل الناس اللي تيجي سياحة، خصوصا في اوقات الاجازات ما اتوقع انه في هذا الكم من السيارات. فالافضل انك انت تجيب سيارتك، تحجز لك وللسيارة طبعا طريق الاستمارة والأمور هذه. بس تأكد انه حجزك يكون مؤكد، لانه لو الحجز مو مؤكد حتكون في الانتظار، واذا كل الحجز مؤكد جو ما راح تطلع. فتأكد انه حجزك يكون مؤكد، ولما توصل فرسان في عندهم مكتب، يصير اول ما توصل فرسان تروح للمكتب دايركت وتحجز من المكتب عودة. بالنسبة للناس اللي ما تبي تطلع العبارة، في خيار ثاني، ممكن تطلع عن طريق البوات السريعة هذه اللي هي اللي يسموها هنا الفلوكة. طبعا هذه ما هي تابعة للحكومة ولا يحتاج لها حجز عن طريق اللي هو وزارة النقل ولا شيء. تيجي هنا بس للميناء وأتوقع تقطع تذكرة. كم سعر التذكرة والله ما أعرف، بس هو تقريبا زي نظام الكداد، لازم عدد معين أو أنك تأخذ البوت كومبليت ويوديك لفرسان. برضو ما أعرف كم رحلة تكون في اليوم، بس أتوقع أكثر من عدد رحلات الفلوكة نفسها، معلش أكثر من عدد رحلات العبارة نفسها. فيمكن هذه معلوماتي عن الفلوكة الصراحة، لكن أنا أفضل دائما أن أنا أحجز عن طريق العبارة، مريحة أكثر، وفي نفس الوقت أنه سيارتي معايا يعني وأغراضي كلها معايا، عزبة الطبخ، معدات الصيد، أغراضي كلها يعني في سيارتي، وأروح وأجيب سيارتي هناك، ما أحتاج أحد، ما أحتاج شيء. فبس. ونقطة ثانية مرة مهمة، إذا وصل قبل ما تروح لفرسان حاول إنك أنت تتواصل مع اللي هم أصحاب الشقق المفروشة أو الشقق الفندقية اللي موجودة هناك، وتحجز من بدري، لأني قد أكلت الموضوع هذا قبل كذا، وصراحة يعني ورط ورطة ما يعلم فيها إلا الله. فالأفضل أنك أنت تحجز من بدري وتأكد حجزك، حتى لو اضطريت أنك أنت تدفع عربون، وتأكد أمورك على أساس أنك أنت لما تروح هناك على أساس أنك لو ما تروح هناك طبعا أنت جاي من سفر من مكان بعيد تبغى ترتاح على طول،
ما تبي تقعد تدور وتلفلف ويمكن تلاقي ويمكن ما تلاقي، لأنه فعليا المرة اللي فاتت نحن ما لقينا بيت إلين ثاني يوم، ويعني ذاك اليوم مشي ما أعرف كيف صراحة، بهدلنا بهدلة يعني على آخر، حرفيا كل يعني كل مكان يتأجر للسكن فل، كان ما 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 في أمل يعني. بس اللي ساعدنا انه كان الجو كويس وبارد، لكن اذا جيت في الصيف حياك الله، كيف حالك امين؟ بالله العلي العظيم وضعك حيكون مره مو كويس. والله يا ابو الهش نحن ما زلنا ننتظر. قال ايش؟ قال شويات امين بالله، شكلها نومه هنا في هذه الشمس طيبة يا واد. خلاص البطارية اتعدت مرحلة اللو ودخلنا على الاحتياطي، وابشرك الشكل الاجازة كلها نوم يمين بالله. ما اقول لك كنسل كنسل فطور سمك، فطور نوم والله فطور نوم. وبالنسبة للحبايب اللي يقول لي الجيمس سقفه مقشر، كيف حالك انت؟ يعني طالع فرسان وطالع طلعات بحر، يعني اجيب مرسيدس يعني استاجر؟ ابشر المره الجايه اجيب لك رز رايز من عيوني. حاضر يا حبيبي، انت تامر امر والله، حياك الله. عساك ما شفت الفورد انت. هلا بالمليحه، يلا حيو، حشتينا يا شيخة والله حشتينا. يلا يلا بسرعة 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 لف، خلينا نطلع يمين بالله. خلاص أبغى أنام، أنا بس أبغى أنام، ارحم أمكم. خلاص اخيرا دخلنا يا راجل، ما بغينا اخش. ما شاء الله هذه بداية الجزيرة. مندوب انا خرجنا من العبارة، هذه اشجار المانغروف، هذا البحر. الناس تقول لهم جزيرة، يتخيلوا كذا قرية وشيء مكسر. ما شاء الله فيه اهتمام الدولة وشغل مرتب ما شاء الله تبارك الله، يعني يعني في ترتيب ما شاء الله تبارك الله. طبعا هنا بحر، هنا يعني جاي تقريبا زي ال زي طبيعة الجبال وكذا. مال عينك ابويا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. شخمطين حر. يلا ان شاء الله الجاي احلى يا رب. والله مرة مرة ما احد يبغى يدف الساعة واحدة الظهر. جمليه الله يسعدك لين اقرب محطة بنزين. يعني هذا سوق السمك،
العادة هنا يكون الحراج على هذه الدكة، يحطوا السمك الصيادين، ويجوا أصحاب المحلات والناس اللي تشتري يأخذوا طبعا حراج. هنا هذه كل المطاعم ليش تطبخ السمك هنا في فرسان. الحين بنروح ناخذ لنا سمك المحلات اللي هنا، ناخذنا شي فريش ان شاء الله بإذن الله، ونتغدى ونفطر عليه حبيبي فطور غدا مع بعض. شوف هذا المحل رقم كم، الرقم المحل هذا رايح محل ابو عبد الله. هذا الانسان تجي عنده يضبطك من الاخر. انا كل ما اجي فرسان اول ما اجي عند الرجال هذا. شوف ما شاء الله هذا كل سمك جديد حق اليوم، شغل مرتب. هذا السمك هناك، الخمير قيد الاعتاد. الرجال الطيب هذا، ناخذ السليق والشطه والحلزه والحمر ولوز عالطاير. كان المفروض هنا في مرسى لكن ما كتب الله، بكره ان شاء الله. بسم الله. هذه المرسى الله رحم مرس. لا اول طلعت بحر اليوم وانا متفرج. انا بروح اظبط القهوه، القهوه عين من الله خير. سيب الصيد الشباب، الوالد بريتال وعبد الله عبد المنعم. ورايحين على وين يا شباب؟ على المكان السري. والله هنا ما شاء الله تبارك الله، ذا ابو علي قصبة التوبيزو، زناك الوالد شباب. الهمة الهمة. يلا ابو علي، بالتوبيزو جيب الجيتي. صلاة على محمد. ادي ابويا كنترول كنترول. صلاة على محمد. لا 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 تشد 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 كنترول. هذا جيتي محترم، عرفت كيف اعطيه وقته؟ اعطيه وقته. جيتي محترم والله ما شاء الله تبارك الله، حاجه فاخره. اعطيه وقته خليه يروح. لا احد يرمي عليه يا شباب. ايوه لا احد يرمي. ها ما شاء الله لحالك بالله ابوي، لحالك. خليه خليه خليه، العده حقتك كويسه بس يبغى لها صف. هذا البروستيج 10 45، هذا جيتي ما يقل عن 8 كيلو. مرتاح. صلاه على النبي. راح اللي بيسأل عن وحش الشرقية هذا هو. ايه يا ابو علي ما شاء الله. كفو عمي، هذا وحش الشرقية واللي بعده جحش الشرقية. يلا 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 ابو علي، كفو 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 ابو علي. يلا يلا بسم الله. وش صلاة على النبي. الله عوض خير. كم ليفل الادرينالين؟ والله ليفل الادرينالين يخليك تضرب ليفه وانت ماشي. دلة القهوة يا حبيبي، الامور الطيبة. البيالة حقك باستكانة تاخذ وضع الاستكنان. يا حسين انا الوحش ابو علي. ابو علي هلا. كيف حبيبي؟ تجهيز تجهيز لهي. تجهيز 100 100. تجهيز وحوش ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله باذن الواحد الاحد. شغل ما غض بكره ان شاء الله.